بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اثناء ما كنت بقول المجد كل المجد لكل ما هو تونسي، لقيت شخص محترم بيقول لي على فكره عندنا بطل اسمه محمد خليل الجندوبي وده بيلعب تايكوندو. وبما انك اتكلمت على السباحه فمعلش يعني بص سيبنا بس كده على محمد خليل الجندوبي. وبصراحه لما بصيت بصه انبهرت يا اسطى، الراجل ده حرفيا تحسه كده روجر فيدر الغلابه بالنسبه للتنس. تحس ان الراجل ده حرفيا جاي يكتب تاريخ جديد وراجل عنده 20 سنه. تخيل انت يا اسطى تبقى هربان من امتحانات الثانويه العامه وبتشتغل في معسكر المنتخب التونسي للتايكوندو وتروح تكسر الدنيا في اولمبياد طوكيو وترجع بفضيه وتكون اول فضيه للعرب. ايه يا اسطى الجمدان ده؟ طب ما احنا يا اسطى بنهرب من امتحانات الثانويه وبنروح نلعب بلاي ستيشن. يا اسطى انت فاشل، الراجل ده بطل اولمبي، انت بتقارن نفسك بايه يا اسطى؟ بقول لك الراجل ده حرفيا هو المتصدر بتاع التصنيف الدولي للاتحاد الدولي للتايكوندو. هتقول لي يا اسطى طب معلش يا اسطى البطوله بتاعت افريقيا اللي محمد خليل الجندوبي يقدر ياخد فيها الذهبيه النهارده دي مصنفه؟ اه عيب عليك يا اسطى، مصنفه طبعا وليها نقاطها، والفوز ده هيخلي محمد خليل الجندوبي يكون هو المستمر رقم واحد في اللائحه. يا اسطى انت بتتكلم بجد؟ رقم واحد رقم واحد ولا رقم واحد مكرر؟ لا يا اسطى عيب عليك، رقم واحد رقم واحد يا اسطى. بس انت بتقول لي هو لمؤاخذه يعني خد فضيه في الاولمبيات ازاي رقم واحد؟ ما معلش يا اسطى في بطولات في الصين بيروح يلعبها بياخد ذهبيه، بطولات في بلغاريا يروح يلعبها ياخد فضيه، بطولات يروح يلعبها ياخد ذهبيه. الولد بسم الله ما شاء الله ابننا متربع الذهب يا الفضه، غير كده ملوش دعوه بحاجه ثالثه. اللي هو كده يا اسطى كلامك بقى فيه شويه منطقيه كده، الولد ده متصدر التصنيف علشان خاطر الولد ده ما يعرفش غير الذهب والفضه. يا اسطى ان شاء الله باذن الله بطل يعرف الفضه ويفضل مخليه في الذهب ومركز في الذهب. ما هو يا عزيزي عايز اقول لك حاجه، ان محمد خليل الجندوبي كان رايح مع زمايله من بعثه في المنتخب التونسي للتايكوندو والناس دي يا زميلي رجعوا بالفضه والجندوبي هو اللي قدر يرجع بالذهب. في واحد معاهم راجع بالبرونزه ومحمد الجندوبي هو اللي قدر ان هو يرجع بالذهب. الجندوبي بيلعب في وزن 58 ل 6 ل 63. اه يا اسطى التايكوندو فيها اوزان. انت بتلعب وزن 58 هو كان فيه مكسر الدنيا، والبطولات اللي زي بطوله افريقيا انت بتكون اعلى فنيا من اي حد، فتلعب في وزن اعلى منك، تلعب في وزن بتاعك، تلعب في الوزن اللي انت شايفه. فالجندوبي في الوزن بتاع 63 قدر ان هو يفوز بالذهبيه علشان خاطر يقدر يستمر في تصدر التصنيف الدولي للاتحاد الدولي للتايكوندو. يا اسطى انت بتتكلم بجد؟ بص يا اسطى انا مش هفضل اقول لك الجندوبي محمد خليل الجندوبي رقم واحد، الجندوبي رقم واحد، انا هحط لك القايمه وشوفها انت بقى يا اسطى. ولو مش مصدقني يا زميلي فصدق بسبوس يا احدث اصدار ميوتة اللي عندنا. بص يا اسطى انا زمان قلت البسبوس قول للناس اعمل لايك وسبسكرايب وجاب لي 2000 مشترك. تفتكر انت ممكن تجيب حد؟ اللي انا عارفه ان الناس دي الايام دي بتخلع من عندي من القناه، تفتكر انت ممكن حد يعبرك ويشترك في القناه بسببك؟ ما اعتقدش بصراحه.